الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وآيات كاسوس عدين أخ قارب وأخريضون إن شاء الله. كلمتنا حول تذكر الموت وحسوس الجاردة. جاردة وسفر أيوري لقى قور أيوه ماشا دمانيس ولا قور أيوه ماشا لقوار أيوه والرحلة سفر وين، لكن سفر كان سفر هذا كلا أفر ريموت بك قد وين ومضان إن الهوس تكا على مدينه توه الرئيس وين يعني سفر كاني ولا قم بارمان سفر هذا كلا انتو هذا بضان قصب معها اختيار بعض لها أنا روان اسكتشو بي تنبا وما أركي قده سفر كاه، لكن كان واقصب كل نفس ذائقة الموت وسبيل كل حي نورك استوضاء مريوي قف قفي كريا من ولا قفي كريا مشرو وحل بعدك قد ويه لا رجوع فيه سو نقض ماله وحسو نقض لا يدا مشرو الهي واحد وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وح ممنوعه هديو ما يدون كان كتقت اني سو نقضان هو وين ورايسن ورب الاخره كورنا ورلك اي هلكا ستزاي ور مخانو كيالنا ولا حاجة أنت الدليل كل نواجش يقوم بينه عينا مركز سفر هذا كلارن هبلو صان قنا يا سفر كان إلا كين صان قش أمله مركز الدحاض وكجد وياها وحوي مفاجأة بدون إنذار وحوي يسيس أمله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون إلى هاي بقى وحوي البني آدم كمركان طماطية الله له دردارا أمله dadkoodina kuma noqon kara war waa la helay sidaanan ahay bariga war haya ma jirto tawsiya ma jirto heerkiina kuma noqon karay waa mufaajaa imisa nin xoolahiisa iyo bislaaday iyo baylahadiisa iyo hareeraha taala ka dhaxbaxay oo ka dhaqaajiyay waa macruuf safarada kale warbal goortaas aan tagaya muddadaas aan maqnaanaya waxa sala ilaada kani malaha safar kan safarada kale wuxuu kaga duwan yahay قوستي سادو أما إلا وقيس يبا واحد بدي لاهي ميت كأنه أصنع أيامه بينه ده هو يرب مرمرانينا أو يرب برارانينا يركض تبوا ولا إلا هو يابا حكمة دون أساس أي كشر تاعه حتى إنه وضح خصوص دان هاي واحد إنت أوردن مروجة دراتيت بينه وعلن هاي إلى تبان أوه حتى إنه كجيري ده ودي قلبي ده قلبي إنه كشر الهاي نرش ولا دان ما يستم يستنا سعادة ما يعرض لكن إنه إلا ولا إنه جدا ناطح محدث كي ويناي وعير كها ابن السماك أيام ما نبوح له حبال المروح أنا أركي حبال سدح بيض وقبا يا أيا كد القرآن عجيبة وقفنا ولا إسكت جايين ودنتا وكله أبو حلقة دقي يا قف كن دنتا وصاح الله يا وحولي تمر أقاربي جناب قبري وكأن أقاربي لا يعرفوني وذو الأموال يقتسمون مالي ولا يألون أن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني أو فيا لله أسرع ما نسوني وحول قرابة ذيدي كقبرك كتلا صهد لا يحول قرابة ذيدي وإسكاك أقمر مريا وحال لما وذائنا أنا إقراني نبا كأنهم لا يعرفوني سيدي اللاوين مركبة وذو الأموال يقتسمون مالي كوي حولها لها حتدا إذا هم بابا إنت إذا كلا قاطيبا واحد حلا إذا بي سميرو ولا لك التقيبا إنت أن كنت بعيان كل ذي ذنكو هاو شوضي ولا يألون أن جحد الديوني هدا يدونا أن الدين تيدي بابا إسكدي ذي ورانا أنت دفرا ورحبت دين لقو مالا هيني تمدي سوو سفيتي لأرطا نغتغا وقد أخذوا سهامهم وعاش نيو ولا بين تقولي سقاطة يبقى أنا قواري تيجي قولي ويسكنولي
الله نمنكم محي هري الله وينبو ربكوا سائهلا بركتها معنى هذا وحويا سائن وشوقنا أمباد قلفوف نقونا إيسا وممتلكات كاقي أن لقوه إيمان شرين خاص أهان وانا قالوا ريقيا وربو حوشوقا فرهاقي قارقا يفريه قصندا يكبه يدركي كواركا انتي مركا للاو ريقو هذا قاتان حيقا طابعني لو رجل أرمها لقومي مادانيك فرياشا إذا سخاص بيين والله قات كبهينا والله قشضي وحبه وربتش وقابا إسلانتي كو قوني ده هيدنا مركو ميديسكي قرسنا سبحان الله وريد هذه كو خاص هيدنا أيامي كو يا رب رارت أفر بلادي يتبنى إفكي كو شوكتا ويكو صبرت انتي كدب ويكرنا قاش سويكو إلاو دي أرمي بها لكاسو كو أروري أفر تأري موض بصفر كان السفر هذا كقلك كقد ويه إنا نحصص الناس إذا النبي قلنا جوان يذكر أكثر ذكر هذه من لذات وربضية بربضية معان كان الدنيا أكوها إنسان جريدة إذا كأفشار دون تأ إذا كسو جينيس جريدة إذا كشر إنسان لدن كالدنيا ذي عرف كأكوها إنسان حصص تي هذا بضية قرآن كروه كا إن فرعين إنه بضينه نبي قلنا سأسول صلى الله عليه وسلم فإذا بدن با ku jira inayna geeridii dhimashadeena ayna ilaawin waxa kamida wa sabab lilistiaad lilistiaad liyoom arrahil haddii geerida xusuusantahay waxaad u diyaar garoobaysaa maalinta safarka ayaad u diyaar garoobaysaa marka sadaydaha iska bixinaysa dulmiga dadka ka haysaad ka baxaysaa dadka isa saamaxaysaa dardaarankana waad qoraysaa احنا واحد دقونا يسقف إسكش قيسنا يو مال قبينا هدود دونا ويحود دونا يا لكن أنا وحبرل ككأولين أجب كيس أودي يارسين شدوا نقول تلي النبي صلى الله عليه وسلم استعدادكم هو مهم هدي قفل الله جوجو قبطة ذاك لا تتسوى مصيبة إسكجت تلاقى له ألعاب تهكور الصناعات بيرك الله بعده كفى إليها وحوي وتزهيد في الدنيا ويرضي القليل من الدنيا الدنيا ذا أيو كوف ضاين أنا آخر حسوس أنت وحي كل عفاية وحي سن غضاية وح هاي شدت قوة شو الكها يجع مها بكل دقيه وواحد دقان يسميت زاهد قوة أنت هذا يا رينو يكوك فلانس واحد عم يسنت كل يبين لقنا قاتشين ضارم سلا ما فلانة أما كديس واحد استحاض وكفى إذا هي يخفف أو يهول المصائب إن الجريدة حسوس أنت وح كافى إذا تاعي مصيبة ذا كوف ضاينس qofka hadii jeer geerida iska ilow salaama dadka aan geerida xusuusnayn waa kuwa baroortu ay ku badantay haya ee kolba la qabanaya ee lalay uu soo waalanaya ee la xirxirayo laakiin dadka markooda hore barnaamijka ay ugu jirtay inuu dhimanayo hadaan dhinta hadaan dhinta hadaan dhinto jadwalkiisa mustaqbalka ku daraya qofka dhinta iyo ehelka waxa ka dhinta iyo xaalad caadi u arkaya laba isdaba socota dhimashada iyo dhalashada kan markuu dhasho mid kala sii dhimanayo oo xoolkiina halkana laga sameeyay naxashkiina halkana laga sameeyay walaaba hayaato walaaba arimoodo caadi ah isdaba socda saadaraadeed ba geerida ugu weyn ee ugu busiiba weyn ee muslimka soo marta tii nabi maxamed ba sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed ayaa gacanta ku hayay haaskiisa inaa wa karstiga aaysha oo daayir oo dumara hadana ma baroran ma qaylinin laana way ku tala galsanaydo hadaladiisa ka akhriyaysa inuu sii dhimanayo nabi kaleey salaatu wasalaam marka musiibadu dadka ay hadiyad jeer la yaabka ku noqoto waa dadka geerida aan xusuusnayn ayay ama kaagii aan fariir ku noqonaysay hadii aad tiraahdo hebelo hadda dimato ku oranayo war dhiban ma inaan nahaabaarin war hebelo hadii sidan iyo sidan ilaahay ba maqdar u kuleey marka musiibada ay fududaysaa hadii jeer xusuusta geeridu waxyaabaha keenta waxa kamida yamna' min al-kibri wa yad'u ila tawadu' kibirkana qofka way ka yareysa dad aragto qof is qaadqaadayo oo dadkii duuyada ba saa ugu tumalaya dulmiyaya oo waxaan u hayn ismooday oo shaarkiisu ka balaadhay geeri waa ka dheerta qofka aakhira iyo dhimashada xusuusan iyo qabriga nooc ku dambeyn doona ma kibro waxa kale waxyaabaha fawaaidka ah amaba shanaad yuraqiqul qalb wa yudmi'ul ayn wa yakhluqus sa'ada ila geerida xusuusan tahay qalbiga dabcisaa qalbigaaga qallafay hadii ka ishaaduna way qoysaa ilaahay daraadii bu qof mararka qaar koodu ilmaynaya la waxaanu la ilmay laanahay aakhira xusuustii geerida ayaa inagu yaa saacadana way ku sameysa galad waxay raadaan dhimashadii naaraha iyo waxa saacadada inaga qaadayaan
وعدك نوع عاصة دتك هوشيجنا أو إن للنار يقول كلولين يقول العذاب يا سعادة ذاك حمينس سعادة قفك وح الصباب يا إنه أمسيه هاي إنه لمرة يكون تلقى السيء ويا الدنيا دي استرست قال لو قاد يا لو قل بيا لو ولاني سيدن كذي وكذب عي قف مرك حالة عادي يكون شراء سعادة ذا هي هذه شرق قلبي نقلان تي إنه قفك النقض قف نحريس بدن حصوص تجاري ذا أيه كفى إذا وقدام بينتي مليروي همودينا دتك واوينيون إني هراء الدنتان هو إسلامي ولا يكل أحد إنك قال يا بس أنا ولي مستقبل كمستقبل كبين وكم قال الله بلا يري نبض يريار وارم بس أقارن مستقبل كي ولي كسو طابنين هراك سيد لقسي تخان تخيل أنت عن شو جا وحن حسوس ترى ورياس ديت تكيني با سعودي عربي وكيم العقب دم بوسيت إنام بو أراسني هبين كي أراسكي هيا الله سو قلبيه مركين أنت يا شاحمان أو قاشامان هالكن قريقي لقسي قلبينا يو أيود بحريس لها نسك صويرة للالين يا نسي رسوغا سيدي باب اللقوة أيبا صحافته وحي قريس عروس الذي فقد راسك اللواي هل كيبا قدام بيسي وإن أنت يسك أنا اسكواري سند ما يقارين ولي إن أنت أير آن إنو قرسلي أيا برد ويتو ويضا أراسك هذه اللواب اللسي هاي صباح نمضا لبدي قولا يردك يقباتيك ستا أي اسكو أغيسيين آسك أينو تغنو إن أنت وإن الله يستطوى دماتي تاسين درد ويت بين مغلين marka dhalinyaro iyo xagga odayaashii islaamaha geeridaha u sii riixinay dawo idinka arko shilal kubad daayir bay u badan madfici iyo rasaasti waxa bedelay bahal baabuur la yiraahdo markaasa lagu leeyay intaas oo dhalinyaro ku dhimatay intaas oo weelala intaas oo habla balciidaha iyo waqtiyada la dalxiisay fasaxyada eega marka iska diyaar garoobo rag iyo dumar iyo madax iyo raaciyad yar iyo weyn safarkaasi waa lama huraane si qurux badan ay nagu diyaar garowno allah ayno fududeeyo sahaydana ayno wanaajiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika